أهلا بكم. عرضت حكومة إقليم كردستان العراق على الحكومة المركزية في بغداد إجراء محادثات مباشرة بشأن منافذ الإقليم البرية والجوية التي خضعت لقيود شديدة بعد استفتاء الانفصال المثير للجدل. العرض الكردي أعقب زعم أربيل بأن القوات العراقية تحضر لهجوم على مدينة كركوك المتنازع عليها والتي تخضع لسيطرة قوات البشمركة. أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فأكد أنه لن يستخدم الجيش العراقي لشن أي هجوم على المواطنين الأكراد. من حالة التوتر إلى التصعيد تفاقمت الأزمة بين بغداد والأكراد الذين أعلنوا أن القوات العراقية تحضر لهجوم عسكري على كركوك ومناطق غرب الموصل. هذا الإعلان أدخل قوات البيشمركة الكردية بحالة استنفار قصوى وتسبب بقطع مؤقت للطرق الرابطة بين الإقليم من جهة مع محافظتي كركوك والموصل. هذه التطورات تتواصل في الميدان بعد يوم من إصدار القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق أعضاء مفوضية الانتخابات التي نظمت الاستفتاء الكردي المثير للجدل. التصادم المسلح الذي يسعى إليه السيد مسعود البرزاني من أجل التصادم بين قوات الحشد الشعبي أو القوات المسلحة مع قوات المشبركة في المناطق المتنازع عليه يسعى إليه حتى يعطي رسالة للدول العالم بأننا نتعرض إلى هجوم وإلى قتل وإلى تهجير. حزمة الإجراءات العقابية بدأت تأخذ صداها في أسواق الإقليم لا سيما بعد إعلان الجارة الشمالية تركيا عن إغلاق البوابات الحدودية مع الإقليم الكردي بالتنسيق مع بغداد وطهران التي تواصل مناوراتها بالقرب من المعبر مع السليمانية. لا نطمح أن نصل لهذه المرحلة، الشعب الكردي شعبنا وشعب عزيز علينا مثلما أبنائنا في باقي المحافظات أعزاء، لا نرغب بأن تراق قطرة دم واحدة، بالتالي ما زال صوت العقل موجود، ما زال المجتمع الدولي يتحرك، ما زالت جهات كثيرة تحاول لملمة المسألة، لا يبقى حلم شخص أو رغبة شخص بأن تكون له دولة أو مشيخة أو إمبراطورية خاصة به ليفرض سلطته عليها بالقوة، أتصور هذا ليس حلم كل الأشخاص، العقلانية يجب أن تسود. رئيس الحكومة العبادي قطع الشك باليقين حينما أعلن بأن الحكومة لن تستخدم الجيش ضد الأكراد وبأن حل الأزمة لا يأتي عبر التطرف أو التقسيم بل عبر الدستور، وهي رسالة طمأنة للأكراد لكنها تحمل الإصرار ذاته على حل مشروط للأزمة مع الإقليم الكردي تتلخص بإلغاء نتائج الاستفتاء. الحكومة العراقية شكلت اتحادا مع أنقرة وطهران لإخضاع إدارة إقليم كردستان والتنازل عن خيار الانفصال، هذا الخيار الذي سيكلف الأكراد خسارة الكثير من الامتيازات التي منحت لهم وجعلت من الإقليم شبه دولة لا يربطها بالعراق إلا المصالح كما يقول كثير من نواب البرلمان العراقي. طارق ماهر، التلفزيون العربي. وينضم إلينا من أربيل أردلان نور الدين نائب برلماني عن تحالف الكردستاني وقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا من بغداد دكتور نديم الجابري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وأيضا أرحب من بغداد بوائل عبد اللطيف وزير شؤون المحافظات السابق. أبدأ معك سيد أردلان نور الدين، يعني أربيل تقول بأنها تريد الحوار، سمعنا هذه المواقف يعني تكرارا ومنها اليوم، لكن في المقابل نرى قوات البشمركة تقطع الطريق بين الموصل وكركوك وربما يعني بعد ساعات تعيد فتحها، ماذا تريد أربيل؟ مساء الخير وتحياتي لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة العربي. طبعا فيما يتعلق بمسألة قطع الطريق بالتأكيد هناك معلومات أتانا من مصادر أمنية تؤكد بأن القوات العراقية أو بالأصح الحشد الشعبي تقوم بحشد قواتها بالقرب من الحدود التابع إلى إقليم كردستان على سهل في منطقة سهل نينوى وكذلك في
منطقة جنوب أو شمال محافظة كركوك. إذا هناك مخاوف، هذه المخاوف اضطر بنا إلى أن نقطع هذه الطرق بصورة وقتية إلى أن تهدأ الأمور ما بين الجانبين. وهناك أيضا قصف من جانب قوات الحشد الشعبي على قوات البيشمركة في منطقة كركوك صارت الأمس، لكن لم تجاوب قوات البيشمركة على هذا القصف، وبالأخير أنكر الحشد الشعبي أو اعتذروا لقوات البيشمركة وقالوا بأن ذلك حصل نتيجة سهو أو خطأ. لذلك هناك مخاوف في هذه المنطقة، لا ننكر بأن هناك مخاوف، لكن للأسف نحن قبل إجراء الاستفتاء وبعد إجراء الاستفتاء أكدنا إلى أننا مستعدون لإجراء الحوار مع بغداد. نحن لا نريد أن نقطع طريق المفاوضات، لكن بغداد بدأت للأسف بالتحشيدات وبدأت بفرض عقوبات وبالتنسيق مع دول الجوار بالضبط من إقليم كردستان وبمنع المطارات، وبعد ذلك يظهرون بأنهم يقولون لا نحن لا نريد. طيب فالأسمع من ضيفي إذن في بغداد السيد وائل عبد اللطيف وزير شؤون المحافظات السابق، يعني برأيك إن كانت أربيل تخشى على ما يبدو مواجهة أو تخشى حربا في كركوك، ويعني تحدث الضيف عن التصعيد وبرر لماذا قوات البشمركة قامت بهذا الإقفال وإعادة فتح الطريق، لماذا بغداد تصعد وإضافة إلى القوات الاتحادية تزج بالحشد الشعبي في التحشيد العسكري حول كركوك؟ شكرا جزيلا، تحية لحضرتك إلى ضيفيك الكريمين إلى كادر ومشاهدي قناة العربي الكرام جميعا. لا يوجد أي هجوم على محافظة كركوك، وإنما المعارك كانت موجودة في قضاء الحويجة، وقضاء الحويجة قضاء كبير له امتدادات على مساحة واسعة من كركوك، وهناك يتواجد مكافحة الإرهاب وتتواجد الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وحيثما يجد القائد العام للقوات المسلحة من قواعد من مؤسسات عسكرية تتواجد هناك. ثانيا أن كركوك محافظة تابعة إلى الحكومة الاتحادية، فهي ليست تابعة إلى إقليم كردستان بمحافظاته الثلاثة المعروفة أربيل والسليمانية ودوق، ويجب قواتها أن تقف عند الحدود كما هي في 19/3/2003، وهذا دستور وافق عليه الكرد ويجب أن يلتزموا به. أما أن يتواجد أكثر من 6000 من الأسايش في كركوك فهذا خرق للدستور، أما أن تتواجد البيشمركة في الكركوك فهذا أيضا خرق إلى قواعد الدستور. الأخ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أعلن أننا لن نهاجم قوات البيشمركة أو الأسايش، لأنه حقيقة أن الأخ رئيس مجلس الوزراء يلتزم بالدستور، وأن الدستور يمنع رئيس مجلس الوزراء من أن يستخدم القوات المسلحة في معارك داخلية. تمام. طيب سيد يعني دكتور نديم الجابري من بغداد، هل يعني بعدما استمعت إلى ضيفين، هل فقط هذا التصعيد هو لشد الحبال من أجل يعني من يبدأ الحوار وكيف يبدأ الحوار، أم أنه فعلا هناك مخاوف حقيقية من اندلاع حرب في كركوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك سيدتي، تحياتي لضيفيك الكريمين. أهلا دكتور، تفضل. أولا يبدو لي أن دائرة الحوار قد ضاقت إلى حد كبير، وعندما تضيق دائرة الحوار تلوح في الأفق مؤشرات الحرب والاقتتال. الطرفين، أنا في تقديري الطرفين قد أغلقوا باب الحوار بشروط مسبقة صعب أن يقبلها الطرف الآخر. يعني الجانب الحكومي، الحكومة الاتحادية تشترط لبدء الحوار وإلغاء الاستفتاء والنتائج التي ممكن أن تترتب عليه. وهل ترى ذلك واقعيا دكتور؟ إن هذا المطلب بعد إقامة نعم، أنا ما أقول يعني كل واحد عنده وجهة نظر. هذا طبعا المطلب حتى مع واقعيته، لكن لن توافق عليه القيادات الكردية بأي حال من الأحوال،
هي ماشية بسيناريو وخطوات لا تقبل بإلغاء الاستفتاء. بنفس الوقت الجانب الكردي يريد يتفاوض مع الحكومة الاتحادية بسقفين، سقف أعلى وسقف أدنى، يريد يتفاوض وياها كسقف أعلى أنه إحنا نكون دولة مستقلة لا صلة لنا بالعراق العربي. هذا الحد الأعلى، أو بالحد الأدنى تعالوا خلي نعمل مع بعضنا اتحادا كونفدراليا، والاتحاد الكونفدرالي بالتأكيد هو ينعقد بين دولتين فأكثر، هذا معناه أن بغداد ستعترف بكردستان كدولة وربما أن تنشأ أقاليم أخرى. دكتور عند هذه النقطة المطالب. نعم بإجازة قبل أن ننتقل إلى فاصل، هذه المطالب لا يمكن أن تقبلها بغداد. شكرا لك دكتور نديم الجابري. إذن مشاهدينا وضيوفي سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده للعرب اليوم. أهلا بكم من جديد. إذن نتابع نقاشنا حول أزمة الاستفتاء وتداعياته مع ضيوفي، ويعني أعود إلى ضيفي في أربيل أردلان نور الدين النائب البرلماني عن التحالف الكردستاني. إذن يعني أشار ضيفنا من بغداد إلى نقطة الدستور، أربيل هي شريكة في الدستور وبالتالي يعني ما تحمله من أزمات على بغداد هي كانت شريكة فيه، أليس أدعى لأربيل أن تتحمل جزءها من المسؤولية بدل أن تضع كل اللوم على بغداد وحكومات بغداد؟ نعم سيدتي، طبعا الدستور عبارة عن وثيقة تعبر عن رأي الطرفين. بالتأكيد نحن صغنا الدستور وشاركنا في الدستور وصوتنا على هذا الدستور، لكن هل يستطيع ضيوفك الكرام أن يقولوا لي كم مادة من الدستور تم تطبيقها حتى الآن وكم مادة تم إهمالها؟ المواد التي تتعلق بإقليم كردستان تم إهمالها بالكامل. هل نص الدستور على قطع موازنة إقليم كردستان؟ هل نص الدستور على إعطاء الصلاحية لرئيس الوزراء لمنع مطارات إقليم كردستان لغرض سياسي؟ هل نص الدستور على إغلاق الحدود مع تركيا وعلى إيران نتيجة خلافات ما بين الحكومتين؟ الخلافات ما بين الحكومتين تحل عن طريق القضاء وعن طريق المحكمة الاتحادية، أما اللجوء إلى فرض عقوبات عن طريق واحد هذا الأمر مرفوض رفضا تماما. الآن نتفاجأ أيضا بفرض عقوبات على مفوضية الانتخابات. هل لمحكمة في الرصافة أن تفرض عقوبتها على أو أن لها الولاية على الجرائم التي تقع في الكرخ؟ فكيف لها الولاية على الجرائم التي تقع في إقليم كردستان؟ وبعد ذلك المادة التي أشيرت إليها مادة تتعلق بعدم إخضاعها وعدم إطاعتها لقرارات المحاكم، أي محاكم يقصد؟ هناك السلطة القضائية في إقليم كردستان أيضا. يعني هل أربيل ترى اليوم أنه لا جدوى من مناقشة ما ينص عليه الدستور، لأن الدستور كله إما لا يطبق بشكل يعني متساوٍ أم أنه فيه نواقص وثغرات، فبالتالي ما هو سند للنقاش اليوم؟ فقط نتيجة الاستفتاء أم الأمر الواقع الذي تحاول قوات البشمركة فرضه الآن على الأرض خصوصا في كركوك وهي ذات الحساسية والمتنازع عليها؟ يعني هذا معروف يا أختي الكريمة، نحن حاولنا مرارا وتكرارا بناء الثقة من جديد ما بين الحكومتين، حكومة إقليم كردستان وبغداد. بغداد رفضت هذه الأمور، لم تحل مشاكلها مع إقليم كردستان. للأسف كانت هناك ضمن البرنامج الحكومي حل مشكلة المادة 140 خلال سنة من تشكيل حكومة العبادي، لكن تفاجأنا أيضا مرت 3 سنوات اليوم ولم تتحرك حكومة العبادي لحل هذه المشكلة. نحن طيب. صحيح صار الاستفتاء في محافظة كركوك وسهل نينوى، ولكن هذا لا يعني فرض الأمر الواقع. نحن لماذا نقول نحن مستعدون للحوار مع بغداد؟ فليأتوا حول نقطة الحوار. يعني أريد أن أسأل ضيفي من بغداد سيد عبد اللطيف، هناك مسؤولية أيضا يعني ليس فقط على أربيل إنما أيضا على حكومة بغداد. يعني رئيس الوزراء يقول
أكثر من مرة بأنه يريد إبقاء مسألة أزمة استفتاء كردستان شأنا داخليا أو شأنا عراقيا بهذا المعنى، علما أن ما يجري من تنسيق مع إيران وتركيا حكما جعل الموضوع يعني إقليميا، وأيضا هناك يتوقع اجتماع تنسيقي آخر يعني ثلاثي في الأيام المقبلة ربما نهاية هذا الأسبوع. كيف يمكن يعني لبغداد أن فعلا تزن بالعقل خطواتها ولا تصاعد وتبقي الأمر خارج التجاذب الإقليمي؟ هناك من يرى يعني خصوصا في مسألة كركوك أنه سيتحول أيضا إلى تجاذب إيراني تركي حتى ولو الآن هناك تنسيق عند نقاط معينة. شكرا جزيلا. إذا تسمحي لي قبل الإجابة على هذا السؤال أقول أن رئيس الإقليم قد انتهت ولايته وفقد الشرعية عام 2015، وهو قد طرد رئيس البرلمان وغلق البرلمان مع الإقليم كردستان، ولكن قبل الاستفتاء لم تشتكي بغداد من ذلك، فلنتجاوز هذه النقطة يعني، إن كان بإمكانك أن تجيب عن سؤالي لو سمحت. أنا أقول أن الاستفتاء خلق حالة رعب في المناطق المحيطة بالعراق، خلق حالة رعب في تركيا اللي بها 20 مليون كردي، وخلق في إيران، وخلق في سوريا، كما هو أيضا أرعب العراق، لأنه الإقليم لا يحق له الاستفتاء للانتقال من إقليم إلى دولة، لا يوجد شيء بالدستور يمت بصلة إلى هذا الموضوع، وبالتالي المحكمة الاتحادية العليا هي التي منعت الاستفتاء وقالت للإقليم ممنوع تجري الاستفتاء، وهي محكمة اتحادية فيها قاضي كردي كما تعلمين، وقراراتها شاملة إلى كل العراق بموجب المادة 13 من الدستور. ويأتي الأخ الضيف الكريم يقول أن المحاكم العراقية لا ولاية لها على إقليم كردستان. أنا أقول أن مشروع الدولة الكردية اللي جرى الاستفتاء عليه دعا تركيا وإيران وسوريا والعراق إلى التعاون بصراحة لمنع ولادة كيان صهيوني جديد على الأرض العراقية، بعد أن عجزنا عن مكافحة الكيان الصهيوني في إسرائيل من عام 1948 إلى اليوم، وبالتالي لن نسمح احنا في اي شكل من الاشكال ان ينهض كيان صهيوني على اراضينا. طيب يعني اريد ان اتحول الى الدكتور نديم الجابري، من وجهه نظرك كاستاذ علوم سياسيه ولك ربما نظره موضوعيه بشده، هل تعتقد انه يمكن لبغداد كونها هي يعني في موقع الحكومه الاتحاديه، هي يعني هي الدوله وليس اقليم كردستان الدوله، وبالتالي هناك مسؤوليه ربما اكبر او ينتظر منها اكثر من ذلك، كيف يمكن لها ان تنزع فتيل حرب يعني يخشى منها في كركوك؟ كيف يمكن أن تمنع تفجرا إقليميا في هذه البقعة الصغيرة؟ يعني بلا شك، يعني بس شوية تعليق على الخروقات الدستورية اللي تحدث عنها الضيف العزيز. الخروقات الدستورية تمت من كل الأطراف السياسية، خرق الدستور من الأطراف الحكومية والأطراف الكردية على حد سواء، وهنالك خروقات كثيرة ممكن سردها في هذا الصدد. المهم يعني الأطراف الكردية والأطراف الشيعية أدخلتنا بمشكلة أثناء كتابتنا للدستور، عندما أدخلت مصطلح المناطق المتنازع عليها في الدستور. هذا المصطلح هذا وضع في غير موضعه، هذا المناطق المتنازع عليها يدخل في إطار القانون الدولي وليس في إطار القانون المحلي، وبالتالي أدخلوا مادة لا الجانب الكردي يستطيع تنفيذها ولا الجانب الحكومي يستطيع تنفيذها، ولذلك تلكأت رغم كل الضغوطات رغم كل المحاولات. لو كانت قد نفذت كان ممكن أن نتجنب الكثير من الاحتكاك بين الحكومة الاتحادية والإقليم. أنا أتصور، أنا قلت في يعني مستهل حديثي
قلت أن دائرة الحوار ضاقت إلى حد كبير، والمؤشرات لدي تنبئنا بحدوث صدام مسلح ليس على إقليم كردستان وإنما على المناطق المتنازع عليها. وأتصور أن الراعي الدولي للعملية السياسية، وأقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية، ليس في نيتها ضم كركوك إلى إقليم كردستان أو إلى الدولة المزمع تأسيسها. شكرا لك. الولايات المتحدة حال احتلالها للعراق، نعم، أصلا أخرجت كركوك من دائرة النزاع ووضعت لها مادة في قانون، نعم، إدارة الدولة قالت أن كركوك لا تنضم إلى أي كيان. شكرا لك من بغداد دكتور نديم الجابري أستاذ العلوم السياسية، وأيضا أشكر ضيفي من بغداد وائل عبد اللطيف وزير الشؤون المحافظات السابق، ومن أربيل أرلان نور الدين النائب البرلماني عن التحالف الكردستاني والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.